لاستنا يا استاذ ربيكا. 9:45 في اذاعه صوت اليونان، صباح الخير اليكم. نشره الاخبار يوفيكم بها وليد الياس. قال مسؤولون بحرس السواحل اليوناني في وقت مبكر اليوم الاربعاء ان 5 أطفال وامراه واربعه رجال توفوا عندما غرق قاربهم قبالة جزيره فرماكونيس اليونانيه الصغيره. ونقل المسؤولون عن شهود قولهم تم انقاذ 13 شخصا اخرين، 11 رجلا وامراتان، فحينما زال 2 آخران مفقودين. وأضافوا أن طائرة هليكوبتر وسفينة دورية وسفن خاصة تساعد في عملية الإنقاذ. أقر البرلمان اليوناني الثلاثاء أمس بالإجماع رسميا بدولة فلسطين بحضور رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس سيبراس والرئيس الفلسطيني محمود عباس. ويحمل قرار البرلمان اليوناني صفة توصية الحكومة اليونانية بالاعتراف رسميا بدولة فلسطين. وكان رئيس الوزراء تسيبراس قال في يوم الاثنين اليونان ستستخدم كلمة فلسطين بدلا من السلطة الفلسطينية في مراسلتها الرسمية، مشيرا إلى اليونان دولة وحكومة ستقرر في الوقت المناسب الاعتراف رسميا بفلسطين كدولة. وكانت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان اليوناني قد صوتت الأسبوع الماضي بالإجماع لمصلحة الاعتراف بدولة فلسطين. استدعت الحكومة اليونانية سفيرة في العاصمة التشيكية، وذلك كرد فعل على التصريحات المثيرة للجدل للرئيس التشيكي ميلوش زيمان بشأن بقاء اليونان في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو. وقال المتحدث باسم الخارجية اليونانية كوستاندينوس كوتراس في تصريح في أثينا، اليونان استدعت سفيرها في براغ للتشاور، وهذا قرار له صلة بالتصريحات غير المقبولة للرئيس التشيكي. وحسب المتحدث باسم الخارجية اليونانية فإن زيمان كان قد أوضح قبل بضعة أيام أنه شعر بخيبة الأمل عندما لم تغادر اليونان منطقة اليورو الصيف الماضي، وأن بلاده ستعتمد اليورو عملة رسمية في اليوم الذي تغادر فيه اليونان منطقة العملة الأوروبية الموحدة على حد قوله.